ديالكم راه غادي نخرج من مجلس النواب 22 يوم. اليوم نحن على خلفية واحد ندوة صحفية تعقدها التنسيقية ديال المهن الحرة لخمس قطاعات بما فيهم الصيادلة، أطباء الأسنان والمروضون والمبصريون والمحاسبون المعتمدون، من أجل وضع الرأي العام الوطني في تجليات وتداعيات هذا المشروع ديال القانون المالية سنة 2023، والذي يحمل في طيته عدة مقتضيات جبائية مجحفة في حق هذه المهن الحرة التي تتصف بأنها تنتمي إلى واحد طبقة متوسطة، وفيها من قلب هذه المهن توجد هناك طبقات هشة اللي عندها مشاكل اقتصادية، وأيضا هي على عتبة الإفلاس وحافة الإفلاس. على سبيل المثال لدينا في قطاع الصيدليات ما يقارب 4000 صيدلية على عتبة الإفلاس مهددة، وبفعل وتداعيات هذا المشروع ديال القانون المالية الذي يرفع ضريبة الشركات من 10% إلى 20% بمعنى بنسبة الضعف، غادي نكونوا نجهز على هذه الصيدليات اللي ستقدم واحد الخدمات صحية جامة تتصف بالقرب، ولا سيما في المجال القروي والمناطق النائية اللي ستقدم فيها الصيدليات واحد الخدمات صحية مهمة. ونحن على مشارف واحد المشروع ملكي ديال التغطية الصحية الشاملة الذي من المفترض أن تكون الصيدلية جاهزة من أجل الانخراط والمواكبة وإنجاح هذا المشروع الملكي ديال التغطية الصحية الشاملة. للأسف هناك نقص كبير على المستوى الأطباء على المستوى الوطني، عندنا خصائص ديال 32000 طبيب. اليوم تنتكلموا على إغلاق العديد من الصيدليات، صيدلية تغلق كل شهر، وبالتالي الهجرة لن تبقى إلى الخارج محصورة على الأطباء. اليوم سننتقل إلى الصيادلة اللي غادي يضطروا إلى الهجرة بفعل هذه التضييقات الاقتصادية والمالية التي تؤدي بهم الى الافلاس. الوغ اليوم حنا كنطالبوا من الحكومه ومن الساده المستشارين والنواب انهم يتراجعوا على هذه التعديلات اللي الظرفيه ديالها ماشي هي هذه. حنا دابا في ظرفيه وطنيه ودوليه متازمه اقتصاديا نظرا لغلاء الاسعار المحروقات اللي غلت معها جميع المواد الاستهلاكيه، والقدره الشرائيه للمواطن المغربي كل شيء كيعرفها انها نازله بشكل كبير، وهي في تنازل ولا في نزول مستمر. يعني حاليا صعيب باش اننا نناقشوا رفع من ضريبه، يمكن نتناقشوا مع الدوله في اننا يكون عندنا مساهمات ومبادرات مساعده وفيها مساعده للدوله. حنا ماشي رافضين، حنا بالعكس، حنا المواطنه ديالنا كتلزم علينا اننا اذا كانت الوضعيه الاقتصاديه للبلاد محتاجه مساعدة فإحنا رهن الإشارة، ولكن ماشي عن طريق مقتضيات جائرة غادي تؤدي بالإفلاس ديال هاد المقاولات الصغرى كاملة. وراه الشارع أمام قبة البرلمان دليل على أنه جميع المهن الحرة تندد بما جاء به مشروع القانون المالية الحالي ديال 2023، وما يمكنش هاد الناس كلهم غالطين وإدارة المالية بوحدها اللي عندها الصواب. نلتقي اليوم لنعبر عن شجبنا لهذا التواصل الغير الضعيف من طرف الحكومة. الحكومة ما زالت متمسكة بنقطتين مهمتين، لا تريد تعديل أي نسبة فيهم. النقطة الأولى تتعلق بنسبة الضريبة على الشركات التي تحقق صافي من الأرباح ما بين 0 إلى 300 ألف درهم. هذه الشركات نعتبرها شركات ضعيفة، شركات متوسطة لها حق أن تعيش وأن تستمر في نشاطها. من غير المعقول أن نخفض الضريبة على هذه الشركات في المقابل أن نقوم برفع الضريبة على هذه الشركات، في مقابل هناك شركات تحقق صافي ربحي ما بين 1 مليون درهم إلى 100 مليون درهم، والتي استفادت من هذا القانون بشكل كبير، لأنه خفضت الدولة لها الضريبة بنسبة 58% ما بين الضريبة وما بين عائدات الأسهم وعائدات المساهمات كل الحصص الاجتماعية. النقطة الثانية المهمة التي رد فعل شجبناها هي ما يتعلق بالاقتطاع عند المنبع
هذه ما يتم تداوله بأنه ضريبة، بالنسبة لنا نعتبره ضريبة، نعتبره قروض يتم فرضها على الشركات بطريقة غريبة.